السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنراجع الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي. في البداية هنعرف ايه هي مجموعة أعداد العد. مجموعة أعداد العد عين اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 و6 إلى ما لا نهاية، وهي برضو اللي هي صاد موجب. يبقى أعداد العد ممكن يقول لك صح أو خطأ، عين بتساوي صاد موجب، الإجابة طبعا هتكون صحيحة. مجموعة الأعداد الطبيعية طه تساوي 0 و1 و2 و3 و4 و5 إلى ما لا نهاية. يبقى الفرق بين مجموعة أعداد العد ومجموعة الأعداد الطبيعية إن مجموعة أعداد العد ما فيهاش الصفر، وهي أيضا تساوي صاد موجب اتحاد الصفر. يبقى برضو لو قال صح أو خطأ، ط بتساوي ص موجب اتحاد الصفر، فالإجابة صحيحة. مجموعة الأعداد الصحيحة ص بتساوي ص الموجب اتحاد الصفر اتحاد ص السالبة. الصفر ليس موجبا ولا سالبا، وأصغر عدد صحيح موجب هو الواحد، وأكبر عدد صحيح سالب هو سالب واحد، بينما أكبر عدد صحيح موجب غير معروف، وأصغر عدد سالب غير معروف، وأكبر عدد صحيح غير موجب هو الصفر. القيمة المطلقة هي المسافة بين موقع النقطة ألف والصفر على خط الأعداد، وهي دائما موجبة. يبقى القيمة المطلقة دائما بتكون موجبة، مثل أوجد قيمة س. القيمة المطلقة لسالب 5 يبقى بتساوي س، إذن س هتدينا 5، والقيمة المطلقة لس بتساوي سالب 5، إذن س بتساوي 5 أو سالب 5. الأعداد الصحيحة مرتبة تصاعديا كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين، والعكس صحيح. مثال: سالب 1 أكبر من سالب 2، لأن سالب 1 تقع على يمين سالب 2. عملية الجمع والضرب مغلقة وإبدالية ودامجة في ص، والمحايد الجمعي هو الصفر، والمحايد الضربي هو الواحد. المحايد الجمعي هو الصفر، يعني لو جمعنا أي رقم على الصفر بيدينا نفس الرقم، يعني 1 زائد 0 بـ1، 2 زائد 0 بـ2. والمحايد الضربي هو الواحد، لأننا لو ضربنا أي رقم في 1 بيدينا الرقم هو، يعني 2 في 1 بـ2، 3 في 1 بـ3، 4 في 1 بـ4، وهكذا. ناتج جمع كل عدد ومعكوسه الجمعي بيساوي صفر. مثال: 5 زائد سالب 5 بيساوي 0. عملية الطرح مغلقة وغير إبدالية وغير دامجة في ص، والقسمة غير مغلقة وغير إبدالية وغير دامجة. 10. القسمة على صفر غير ممكنة، بينما صفر على أي رقم بيساوي صفر. يبقى ما ينفعش إننا نقسم على الصفر، لكن ينفع نقسم الصفر على أي رقم تاني، يعني مثلا 10 على 0 غير ممكن، إنما 0 على 10 بتساوي صفر. توزيع الضرب على الجمع. مثال: 5 في 10 زائد 12 بتساوي 5 في 10 زائد 5 في 12 بيساوي 50 زائد 60 بـ110. إذا كان العددان موجبان أو سالبان نجمع وننزل إشارة الاتنين سواء موجب أو سالب. مثال: -2 -3 بيساوي -5. وإذا كان العددان أحدهما موجب والآخر سالب، نستخدم عملية الطرح وننزل إشارة الكبير، يعني مثلا -7 موجب 5، السبعة هنا أكبر فننزل إشارتها اللي هي سالب، -7 زائد 5 بيساوي 2. في الضرب أو القسمة إذا كانت الإشارات متشابهة فإن الناتج موجب والعكس صحيح. مثال: سالب في سالب يدي موجب، وسالب على موجب يدي سالب. قاعدة جمع الأسس: ألف أس ميم في ألف أس نون بتساوي ألف أس ميم زائد نون. وقاعدة طرح الأسس: ألف أس ميم على ألف أس نون بيساوي ألف أس ميم ناقص نون. 15. أي عدد سالب مرفوع لأس زوجي يكون الناتج عدد موجب. مثال: سالب 5 أس 4 بيساوي 625. أي عدد
أس صفر بيساوي واحد. مثال: سالب 50 أس صفر بيساوي واحد، سالب 100 أس صفر بيساوي واحد، أي عدد أس صفر بيساوي واحد. النمط العددي هو تتابع من الأعداد وفقا لقاعدة معينة. المعادلة هي جملة رياضية تتضمن علاقة تساوي، والمتباينة جملة رياضية تتضمن علاقة تباين اللي هي أكبر أو أصغر، إنما المعادلة بتكون دايما علامة تساوي. تتحدد درجة المعادلة أو المتباينة وفقا لأكبر أس المرفوع له المجهول. عند الضرب أو القسمة على عدد سالب فإننا نغير علامة التباين، يعني سالب 2 س أكبر من 4 بالقسمة على سالب 2 بتبقى س أقل من سالب 2. محور السينات هو المحور الأفقي والمحور الرأسي والصادات. طول أ ب بيساوي القيمة المطلقة لإحداث النهاية سالب إحداث البداية. التحويلة الهندسية هي تحول نقطة أ في المستوى إلى نقطة أ شرطة في نفس المستوى. وأنواع التحويلات: دوران، انعكاس، انتقالي. يبقى عندنا 3 أنواع للتحويلات: دوران، انعكاس، انتقالي. لكي يتم الانتقال لابد من توافر شرطين: 1 مقدار الانتقال واتجاه الانتقال. يبقى صح وخطأ. لكي يتم الانتقال يلزم توافر مقدار الانتقال فقط. طبعا الإجابة خاطئة، لازم يتوافر شرطين: مقدار الانتقال واتجاه الانتقال. صورة الانتقال بتساوي النقطة زائد الانتقال. القطاع الدائري هو جزء من سطح دائرة ويتحدد بقوس ونصفي قطر. يبقى القطاع الدائري بيتحدد بقوس ونصفي قطر. مساحة الدائرة بتساوي طه نق تربيع، ومحيط الدائرة بيساوي 2 طه نق. طول القطر بيساوي محيط الدائرة على طه، طه اللي هو 22 على 7 أو 3.14 مم. المكعب له 6 أوجه مربعات و12 حرف و8 رؤوس، ومتوازي المستطيلات له 6 أوجه مستطيلات و12 حرفا و8 رؤوس. مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، ومحيط المربع طول الضلع في 4. يبقى المساحة طول الضلع في نفسه، المحيط طول الضلع في 4. يعني لو عندنا الضلع مثلا 2 سم، يبقى مساحة المربع 2 × 2 = 4 سم تربيع، ومحيط المربع 2 × 4 = 8 سم. المساحة الجانبية للمكعب بتساوي مساحة وجه 1 × 4. المساحة الكلية بتساوي مساحة وجه 1 × 6. طول الحرف بيساوي محيط المربع على 4، وطول الحرف بيساوي مجموع الأحرف على 12. مساحة الوجه الواحد بتساوي المساحة الكلية على 6. مساحة الوجه الواحد بتساوي المساحة الجانبية على 4. يعني لو عطانا المساحة الكلية ب6 مثلا، وقال هوجد مساحة الوجه الواحد، يبقى مساحة الوجه الواحد بتساوي المساحة الكلية على 6، يبقى 6 × 6 = 1. إنما لو عطانا المساحة الجانبية مثلا ب8 وقال أوجد مساحة الوجه الواحد، يبقى مساحة الوجه الواحد بتساوي المساحة الجانبية على 4 اللي هي 8 × 4 = 2. محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض في 2، إنما مساحة المستطيل الطول في العرض. المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات بتساوي محيط القاعدة في الارتفاع، إنما المساحة الكلية بتساوي المساحة الجانبية زائد مجموع مساحة القاعدتين. إذا كان المكعب بدون غطاء فإن المساحة الكلية بتساوي مساحة وجه 1 × 5. إذا كان متوازي المستطيلات بدون غطاء فإن المساحة الكلية بتساوي المساحة الجانبية زائد مساحة قاعدة واحدة فقط. زاوية القطاع الدائري بتساوي النسبة المئوية في 360، ومجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة بتساوي 360 درجة. التجربة العشوائية هي تجربة يمكن معرفة نتائجها قبل إجرائها. فضائل العينة هي جميع نواتج التجربة العشوائية. الحدث هو مجموعة جزئية من فضائل العينة. والحدث المستحيل بيساوي 0، والمؤكد بيساوي 1، والممكن أكبر من الصفر وأقل من الواحد. يعني الممكن بيكون أكبر من الصفر وأقل من الواحد، يعني ممكن يكون 25%، 50%، 75%، على حسب نسبة التأكد. كده يكون درسنا النهاردة. شكرا لكم. نفهم نتعلم ببساطة.